أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول في سؤال ثالث: كنت سائق سيارة وحصل مني حادث مروري، في ذلك الحادث مات طفلان وجاء المرور فتنازل أهل الطفلين، وحسب العرف المتبع عندنا دفعت لهم مبلغا معينا وذاك حق الأهل، أرجو أن تفيدوني فضيلة الشيخ عن حق الله جل وعلا وهو الكفارة، هل أصوم شهرين متتابعين عن كل طفل أم عن الطفلين معا، أم بماذا تكون الكفارة، وجهوني أثابكم الله. إذا كنت مدانا في الحادث الذي مات فيه شخص أو أشخاص كبار أو صغار فإن عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين. كفارة القتل الخطأ تلزم في أحد شيئين على الترتيب: الشيء الأول العتق لمن قدر عليه، لمن وجده وقدر عليه، الشيء الثاني الصيام إذا لم يجد العتق أو لم يستطعه فإنه يصوم شهرين متتابعين. ومن قتل عدة أشخاص خطأ فإن لكل شخص كفارة مستقلة، فتصوم عن كل طفل شهرين متتابعين. نعم.